Techno Planète. Information. Clair et net. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا التسجيل سنتعرف على أحد المواقع لتحميل جميع نسخ الويندوز والأوفيس، مع ذكر بعض عيوب هذا الموقع وبعض إيجابياته كذلك. طبعا للتحميل عن طريق الهاتف الأمر بسيط، لأن هذا يمكننا التحميل مباشرة من موقع مايكروسوفت، لكن عن طريق الحاسوب الأمر يختلف. لذا حاولت جاهدا أن أجد مواقع بديلة لتسهيل تحميل مختلف إصدارات الويندوز والأوفيس. وكذلك مايكروسوفت ألغت الدعم على ويندوز 7 ويعني ويندوز 8 وغيره، لذا كان لزاما إيجاد طرق بديلة لتحميل هذه النسخ وهذه الإصدارات. طيب، قبل الشروع في العمل راح نتحدث شوية على هذا الموقع. تسمية الموقع طبعا هو ويندوز، اسمه windows10.com. من إيجابياته سهولة عجيبة جدا في التحميل، لا يأخذك إلى مواقع أخرى وإلى صفحات، فالروابط كلها موضوعة في الميديا فاير، وهذا شيء جميل جدا. من سلبياته عدم إمكانية اختيار اللغة، فأنا لم أثبت أحد ويندوزات يعني الموجودة في الموقع، لكن الظاهر أنها باللغة الإنجليزية، كلها باللغة الإنجليزية، فلا يعطينا اختيار اللغة لإصدار الويندوز الذي نريد أو الأوفيس. كذلك من السلبيات التي أراها سلبية لكن قد تكون ليست كذلك، هي أنهم يدمجون التفعيلات في الإصدارات الويندوز والأوفيس، وهذه قد لا تناسب البعض. فالكثير يريد أن تكون نسخة خام، نسخة يعني هكذا يعني نثبتها فقط، لا يكون فيها لا تفعيل ولا شيء من ذلك، لكن يبقى الموقع بديل ويبقى الموقع بسيط لمن أراد طبعا أن يحمل بسرعة وسهولة عجيبة جدا. والموقع يحتوي على جميع إصدارات الويندوز وجميع إصدارات الأوفيس، وتحميلها سهل. كذلك من سلبيات، أحيانا تظهر معنا نافذة إشهار ونافذة accept and block، هذه طبعا من الأفضل أن سنتحدث عليها، طبعا من الأفضل أن نضغط على الطاب ونضغط block حتى لا تتعرض بياناتنا لأي شيء. إذن نشرع مباشرة في العمل. نذهب إلى جوجل كروم بطبيعة الحال. ثم نكتب windows10.com windows10.com. ثم مباشرة بعد ما نكتب يفتح معنا الموقع. لاحظوا بعد فتح واجهة الموقع أحيانا تظهر معكم accept and block، من الأفضل أن تضغطوا block كما ذكرت لكم، وهذه تكون ايزو يعني صالحة لنحرقها على الفلاش ونبدأ في العمل. طبعا نستطيع أن ننتقل بالأسهم، لكن من الأفضل أن ننتقل بالحرف الال، القوائم. هنا مايكروسوفت ويندوز ايزو. لنختار مثلا مايكروسوفت. مايكروسوفت ويندوز 10 ويندوز 10 ويندوز ايزو اوفيس سوفتوير اوتو نيوز.
كل الأدوات موجودة هنا، يكفي أن نمشي مرة واحدة بحرف الآش يعني بين العناوين. Microsoft Windows ISO titre niveau 2. Microsoft Windows ISO. Windows 10 ISO titre niveau 2. Windows ISO. Windows 10 version 1511. Windows 10 version 21. Windows 10 version 21. Windows 21. Windows 10 version 1507. 1507. Windows 10 version 2082. Windows 10 titre niveau 3. وكل هذه Windows 10 Pro titre niveau 3. نحن نختار طبعا ويندوز 10 برو. Windows 10 version 1607. Windows 10 Pro titre niveau 3. يكفي أن نضغط عليها. Windows 10 Pro ISO download 64 bit 32 bit bootable disk image. لاحظوا سهولة العمل مع هذا الموقع. بعد ما نضغط على هذا العنوان نضغط مرة أخرى على العنوان اللي أخذنا ويندوز برو، ثم يكفي أن نضغط على حرف البي اللي يكون بوتون أو حرف الكا يعني رابط ليأخذنا إلى صفحة التحميل مباشرة. أنا أضغط حرف الكا وسأخبركم لماذا. داونلود لينك. طبعا ضغطت على اللينك لكي يعطيني النواتين يعني نواة 32 ونواة 64. اضغط مرة اخرى على العنوان اش يعني 64 بيت 32 بيت. انا اضغط على 32 بيت مثلا. 22h2x86 الى اخره. وهنا داونلود تابلو دو سان بورد تابلو دو لود 22h2 داونلود 104 فيسيس 4 جي بي كاد دات اوكتوبر 3 لاستو باتيل 202. هذه معلومات لكن احنا نعود الى داونلود طبعا. سيتاسيون تيلان داونلود داونلود طبعا نجدها اما ننزل بالاسهم او يعني نمشي بالرواق. داونلود انترنت داونلود في انفو. لاحظوا بدأت تحمل معي مباشرة من انترنت داونلود مانجر، وهنا طبعا سهولة التحميل مع هذا الموقع عجيبة للغاية، لكن تبقى من عيوبه التفعيلات هذه المدمجة مع الإصدارات، ومن عيوبه عدم اختيار اللغة. ما عدا ذلك فالتحميل جد سهل. ونعود للموقع ونحاول هذه المرة أن نحمل مايكروسوفت أوفيس وليس ويندوز. لحظة لكي نغلق هذا. نعود للموقع. بار دوتي W W non sélectionné non sélectionné N P W N W. نغلق كل شيء ونعود. إنترنت داونلود ويندوز داونلود ويندوز. Panneau de Google Chrome. ونعود من جديد. Barre d'adresse W End of Stancom W W sélectionné Windows ISO. هذه المرة لا ننتقل بالآل يعني بالقوائم، وإنما ننتقل بالعناوين لكي يأخذنا مباشرة على مايكروسوفت أوفيس. Windows ISO Bootable Disk Microsoft Office for Windows titre niveau 2. Microsoft Office for Windows طبعا نضغط عليها مرة. Microsoft Office 2021 free download full version for Windows titre niveau Microsoft Office 2016 free download full version Microsoft Office 2016 free download full 2016 Microsoft Office 2019 free download full version 2019. Microsoft Office 2021 free download full طبعا version طبعا ناخذ الى 2021 download list traduire cette page alerte cette boîte de dialogue n'est actuellement pas اذا نضغط على العناوين. طبعا كل ما تفتح معنا صفحة نضغط على العنوان لكي نمشي مباشرة الى Microsoft Office 2021 titre niveau 2021 ونفس الطريقة نذهب بالحرف الكا أو حرف البي لكي يأخذنا إلى بوتون داونلود. Download ce type بوتون. Download ce type. Download. أو داونلود. An overview. Overview. اثنان. واحد. Content. Titre niveau 3. Click the link. S. Video to start downloading. طلب منا الضغط مرة أخرى على رابط لكي يبدأ التحميل. An overview. De Microsoft Office 2021 review. 3 OneWin Microsoft Office 4 Office Office 5 Alternative to Office 2020 6 Microsoft Office 2021 Technical Specification 7 Microsoft Office 2021 FAQS 8 Office 2021 Testimonial 9 millisecondes Office 2021 Helpdesk Documentation 10 Download Microsoft Office for Windows 64 bit 32 هذا الرابط. Download Office 2021 Professional Plus. يوجد Plus. Microsoft Office 2021 Professional. أو Professional. Microsoft Office 2021 Home and Business. Home and Business 2021 وغيرها من الإصدارات. نحن نضغط على البرو بطبيعة الحال. Microsoft Office 2021 Professional. طبعا أنا الآن أنتقل بالروابط. Download Office 2021 Professional Direct Download Link Windows 10 Windows 10 Windows ISO Office 2021 Professional Titre Niveau 1 Download.
Internet Download Office 2000. Internet Download. Tableau de 5. Port de tableau Download. Go to Microsoft Office 2020. Contactus. Go Download. وطبعا مشيت مرة بالعناوين عن طريق الاش، ثم اضغط بالداونلود، والمفروض ان ياخذنا الى، Tableau de 5. Port de tableau Download. في الانفو ديالوج HTTPS. وبدا Office تك سيبدا Microsoft. التحميل مباشرة. هنا بدا التحميل، لاحظوا سهولة الموقع وحتى يعني إمكانية الوصول معه رائعة جدا. لذا لمن أراد طبعا النسخ المدمجة والنسخ المفعلة يذهب إلى الموقع. وقضية تغيير اللغة هذا أمر بسيط في الأوفيس، أصبح أمر ممكنا أن نحمل لغة أخرى ويعني ندمجها ونثبتها حتى تصبح يعني إصداراتنا يعني الويندوز أو الأوفيس باللغة التي نريد. أتمنى أن يعني كانت هذه الإطلالة سريعة واضحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.